بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، شوطنا الثامن مع انطلاقات الجعدان، المهجنات الاصايل. نتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس لجميع من يشارك في هذا الانطلاق، والشاحينية ما شاء الله صاحب التوقيت الافضل، 6 دقائق 7 ثواني 67 جزم الثاني. تهانينا اولا للداعم الرئيسي لهذا الشعار سيدي سمو الشيخ حمدان محمد براز مكتوم ولهيج الندي شبه وسالم بن سعيد، ايضا التهاني له على هذا الناموس وعلى التوقيت المميز حتى هذه اللحظات. شوطنا بنقول الثامن، شوط الجعدان المهجنات الاصايل ما شاء الله. شوطي جعدان المهجنات الاصايل اللي يتنافس على ناموسي هذا الشوط، اللي يتنافس على الاستيلاء على هذا المركز الجميل ما شاء الله. وهناك المتحد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم هو المسيطر ما شاء الله على مقدمة الشوط. المركز الثاني ظبيان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، ومحمد بن سعيد بن حلوة وليث يأتي ثالثا، غير خذ المركز الثاني لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. وهناك أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي في عملية تضميره، وفي المركز الرابع شاهين من هجنة الدشبة وسالم بن سعيد ما شاء الله. خامس المراكز هملول الشيخ عبد الله بن صقر بن راشد النعيمي وعمل لبخش محمد من يأتي في عملية التضمين لبلوشي. وفي المركز السادس هناك من الجانب الثاني شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعبد الله بن علي بن واس. المركز السابع شاهين من هج الندي شبه، وثامن المراكز أيضا شاهين من هج الندي شبه وسالم بن سعيد في عملية تضميرهم. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة مستمعينا الأعزاء للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. وليث وشاهين، وهناك أيضا يأتي المتحد يعني مسيطر على المركز الأول وسيطر على مقدمة هذا الشوط ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا على المركز الأول، يا سلام يا سلام يا سلام يا شاهين اللي غير لجند الشبا سالم بن سعيد في عملية تضميرهن، بينما اللي في المركز الثاني المتحد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري ليث ثالثا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. وأحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي المركز الرابع، ظبيان في رابع المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوة في عملية تضميرهن. وفي المركز الخامس شاهين ما شاء الله المقترب اللي بدأ يقترب من الشوط ما شاء الله لهجن ند الشبا وسالم بن سعيد في عملية تضميرهن. هناك شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبد الله بن علي بن واس. وفي المركز السابع اللي في المركز السابع من ياتي شاهين لهج الند شبه سالم بن سعيد. وفي المركز هكذا ايها الاخوه كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام ما شاء الله تبارك الرحمن. اللي غير على المركز الأول ظبيان مسيطرا على مقدمة هذا الشوط، يلا يا بن حلوة محمد بن سعيد بن حلوة في عملية تضمير ظبيان، وتعود ملكية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم. المركز الثاني شاهين، المركز الثالث شاهين من هجن ند الشبا وسالم بن سعيد في عملية التضمير. المتحد يأتي بالمركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري وشاهين اللي بدأ يغير ما شاء الله إلى خامس المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبد الله بن علي بن واس. هكذا مستمعينا الأعزاء دعنا على حضراتكم هذه الأسامي
الحاضرة في هذا الانطلاق الجميل، هذه الأنسامي الحاضرة في هذا الانطلاق المميز. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا من شاهين وشاهين شاهين وشاهين، أجل الندشبة وسالم بن سعيد حتى هذه اللحظة مع النقطة، بنقول السابعة، النقطة السابعة. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى إن شاء الله الناموس لجميع الأخوة المشاركين والحاضرين في هذا الانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام في هذه اللحظات، في هذه البروة، في هذا الناموس، في هذا الانطلاق الشيق على هذه الأسامي. يا سلام يا شاهين، مسيطرا على المركز الأول وصامد، وأيضا ثاني مراكز من أجل نادي شباب سالم بن سعيد في عملية تضمير سابع النقاط، سابع النقاط تذهب ما شاء الله إلى كوكبة هجنة الشباء. تهانينا والناموس بنقول حاضرا دائما لهجنة الشباء، والتهاني دائما موصولة لسالم بسعيد أول وثاني مراكز، شاهين ثالثا، سمو الشيخ حمدان بن حمد براشم مكتوم المركز الرابع، لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان براشم سعيد مكتوم المركز الخامس، سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد براشم مسعود مكتوم 6 دقائق 18 و90 جزم الثاني. تهانينا والناموس.